يا صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصارت معنا ولاء وجولة الصحافة مع هاليوم. صباح الخير يا ولاء. يسعد لي صباحك. صباح الاشراق يا يارا ونور. اليوم اخر نهار بالاسبوع، بقى الابتسامات. بكره عطلة. عن جد يوم الخميس هيك من الصبح بنفيق متحمسين على الشغل. والاحد كيف وجوهنا؟ الاحد يعني نوعا ما بنكون عم نتعرف على البشرية من اول جديد. اول احد يعني اول يوم بالاسبوع صعب على كل باي مكان وباي مؤسسة. تماما. يعني نحن الاحد بيكون للناس كثير هيك يوم من راحة، وخاصة بجوار سوريا هي صعبة وأوروبا، ونحن بنكون نسعى ومنطلقين إلى العمل. يوم الاثنين هن بيعيشوا اللي بنعيشه يوم الأحد، يوم لينا يوم علينا. بس نحن وين؟ الجمعة. الجمعة بيكونوا كلهم راكدين ركض على شغلهم، ما بدهم يخلص هالنهار وياخذوا إجازات. نحن بنكون عاملين فول وفتة وحاطين شمعة. يعني الطقس السوري فعال يوم الجمعة. تماما. يعني طقس الجمعة نحن الحمد لله ما غبنا عنه بصباح سوريا، بما انه جمعة وسبت ما في صباحي فامورنا بخير. يسعدني صباحكم وخميس سعيد لكم ولكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا بجولة صحافة جديدة. اهلا وسهلا فيكم. البداية من موقع تلفزيون سوريا. كشفت وسائل اعلام عن دعوات اطلقها حزب الماني بشان اجبار اللاجئين الذين يتلقون مساعدات البطالة على العمل. وقال موقع فوكس أونلاين الألماني إن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي دعا لإجبار اللاجئين على دخول سوق العمل، مشيرا إلى أن نحو 587 ألف لاجئ من سوريا وأفغانستان والعراق وغيرها من الدول يتلقون مساعدات البطالة. وأضاف أن إجمالية التكاليف الشهرية التي تدفع من قبل الحكومة لهذه الفئة من اللاجئين تبلغ نحو 436 مليون يورو، بمتوسط 743 يورو للفرد الواحد، وهذا يشمل المدفوعات النقدية وتكاليف السكن. وذكر الموقع أن 321 ألف سوري يتلقون معونات البطالة، وبيّن أن الإحصائيات المذكورة تعود للاجئين مؤهلين للتوظيف، أي يمكنهم العمل 3 ساعات يوميا على الأقل. هلأ يعني هذا حتى السوريين اللي بألمانيا ولا شايفين انه هذا القرار منيح، لانه ما بدنا ننسى انه في نسبه كبيره وعدد كبير من الناجحين، من الطلاب اللي عم تحصل على مراتب اولى، على دكاتره وعلى اطباء وعلى اشخاص هلا حتى صح. عم بيعبوا مراكز حكوميه بألمانيا. هاي صح. النقطه كثير مهمه انه تتذكر حتى السوريين نفسهم اللي بألمانيا عم بيقولوا لا، اللي عنده شهاده لازم يبطل يعتمد على المعونه الماديه اللي عم تجي من الدوله. صح. ويشتغل. هلا الرقم بالنسبة لتقريبا أكثر من مليون سوري موجود هو قليل، ما إنه كتير كبير، بس الثلث. يعني لازم يكون في حركة تجاه هذا الموضوع، وفكرة البطالة وفكرة الاعتماد على الجوب سنتر واللي عم تعطيه الدولة، هذا الشيء رح يضر ملفاتهم بالجنسية ورح يضر يعني هن كأشخاص، حتى نفسيتهم كمنتجين. تماما. يعني تماما حتى نفسيتهم. وثلاث ساعات بنهار شغل يعني ولا شيء، رواء شو ما كانت الشغلة. وفي كتير مثل ما قلت يا رب سوريين منفتحين على أعمال جديدة، على تغيير شهاداتهم مهنهم، فإن شاء الله هذا العدد بيتقلص، لأنه مثل ما ذكرتي الإنتاجية بتحسن نفسية الفرد وبتخليه يحس بهيك براحة أكثر مما يكون معتمد بحياته على حدا مصرف عليه. وهذا الشيء ما في قلق تجاه السوريين، لأنه السوري وين ما راح عم بيكون هيك يعني فعال وبيقدر يلاقي شغل. 321 ألف. هن يمكن بالفترة يعني التهجير وراحوا ولجوء كان صعب فاعتمدوا على هذا الشيء. كمان مشان ما ننكر في البعض وليس نسبة كبيرة راحوا على أوروبا مشان يعدوا. نحن ما بدنا نعمل شيء، خلص ناخذ راتب. لا بس حتى اذا هذا النوع هذا اللي عم تقولي اذا زرك مثل هيك قانون وصار فيه رح يكون منتج فعال، رح يكون مبدع. يعني هو حيكون منتج غصبا عنه، بس رح يكون مبدع بما ينتج. فكل التوفيق للسوريين بالمانيا، وان شاء الله هذا العدد بينخفض. قال تلفزيون سوريا، كتبت مزنة العقيدي، لم تتوقف اثار كارثه الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا على الخسائر الماديه والبشريه، فبالنسبه للناجين تركت تجربه الزلزال أثارا معنوية يصعب التعافي منها، وكانت تلك الأثار أشد وطا على اللاجئين السوريين الذين قصدوا تركيا. فعلى الرغم من حاجتهم للزمن في الدرجة الأولى للتعافي من صدمتهم الأخيرة، تجبرهم أحكام اللجوء على الالتزام بالعودة إلى المدن التي فقدوا فيها المنزل والأهل والطمأنينة. قانون تقييد التنقل يلزم اللاجئين السوريين بالعودة إلى مدن تسجيلهم عاجلا أم آجلا لتبقى
المدة المطلوبة لتعافي نفوسهم رفاهية لا يمكنهم الوصول إليها. صدرت تحديثات وشروط جديدة فيما يخص الفئات التي تستطيع تمديد إذن السفر منها، بأن تكون منازلهم من فئة المنازل المتضررة بشدة، وأن يكونوا من المحافظات الأربعة الأكثر تضرراً، وهي شروط لا تنطبق على كثير من السوريين، أي أنهم مجبرون اليوم على العودة إلى ما هربوا منه مجدداً. يعني بعد ما تقريباً شي 4 أشهر سمحوا لكل ولاية أن تتجه لولاية محددة بتركيا، رجعوا وقفوا فترة، رجعوا هلأ عطوا إذن سفر لمدة 2 شهر. صح. ويبدو في تحديثات جديدة يعني. صح، وبدنا يرجعوا على الولايات اللي هربوا منها. هلأ هون المادة عم تناقش الأثر النفسي يعني في ناس فقدوا عائلتهم، أو كثير أشخاص جيرانهم ما لهم قادرين يرجعوا على المنطقة، فللأسف مع أنه هاي الحياة ما كتير عادلة، هذا الموضوع الشق النفسي والصدمات لا تؤخذ بعين الاعتبار للأسف. يعني ما حدا بيقول أنه في حدا تعرض لأزمة بهذا المكان فأنا ما فيني رجعه بالقريب العاجل، أو غصبنا عنه هو حر يرجع حتى على سوريا. أنا شخصيا في مناطق بسوريا ما فيني أرجع لليوم، بدي لسه سنوات لأتعافى لحتى أقدر انسى شو اللي صار فيها او شو اللي شفته. فما بالكم بحدث كبير هز العالم، مو بس هز تركيا وسوريا، صار في فقدان، يعني فقدوا اقرب ما من يعني اهاليهم، ابهاتهم، امهاتهم وبيوتهم. وكمان في نقطه انه مو بس يعني عم ذكرتي انه المتضرر بشكل شديد، في بيوت ما أنا متضرره ولكن صاحب البيت، يعني يمكن هاي الامور ما كثير بينحكى عنها حتى على وسائل التواصل الاجتماعي، اصحاب البيت ما عم عم بعد ما طلعوا العائلات السوريه من البيوت ما عم يعطوهم لانه في اولويه. صح. لا عم بيقول انه في اولويه للاتراك الموجودين لياخذوا هذا البيت، فما في مكان حتى يرجعوا له، فبصير في مشكله نفسيه. هاي اخرى هاي الاساس منوطه بتقدير المنظمات السوريه اللي هون واللي المفروض اللي تتحرك تماما تجاه هذا الموضوع، لانه كاشخاص كافراد نحن كاعلام دورنا ننقل اكيد ونناقش الموضوع ونضوي عليه، ولكن هناك جهات مسؤوليتها أنه تتابع هاي الأمور مع السوريين، ومسؤوليتنا كأفراد أنه نطبطب على الناس اللي يعني لسه أزمة الزلزال ما خلصت، لسه ما مرق سنة على الأقل ولسه الناس عم تعاني، فاللي قدرانين نعمله حتى لو كان نفسياً أو معنوياً ما نوقف عنه، لأنه لسه في ناس عم تحس الارض عم تهز تحتها لليوم طبعا. فانه هدول كلهم بحاجه دعم، وفكره انه يرجعوا على مناطقهم حتى لو كان هذا الموضوع قريبا، بظن انه كمان لازم يكون في تحرك من المنظمات السوريه وايضا من الافراد السوريين على الاقل على الدعم النفسي والمعنوي. لننتقل الى مناطق النظام، ونشرت صحيفه تشرين التابعه للنظام تقريرا مطولا عن الاستقالات المتزايده من القطاع العام في سوريا، مشيره الى ان النصف الاول من العام الجاري 2023 شهد نحو 1800 استقالة في دمشق وريفها. وبحسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا عن الصحيفة، فإن أسباب الاستقالة معروفة للجميع، وفي مقدمتها تدني الرواتب التي لم تعد تغطي نفقات المواصلات والبحث عن فرص عمل بديلة. ودعت الصحيفة إلى إجراءات حقيقية لتحسين واقع القطاع العام وإعادة بريقه قولا وفعلا من خلال إجراءات يفترض اتخاذها، في مقدمتها تحسين رواتب الهزيلة ومكافحة الفساد. وقال أمين شؤون تنظيم العمل في اتحاد عمال دمشق عمر البوشي إن غالبية المستقيلين من قطاع المصارف والقطاعين الصحي والخدمي، وهم من الشرائح التي تتطلب ظروف عملهم الالتزام بالدوام، وهذا ما يجبر كثيرين على التقدم باستقالتهم. 100% هذا شيء مفهوم وواضح، ومثل ما قلتي يعني خدمة وصحي، يعني احنا عم نحكي عن قطاعات كثير مهمة، بس الفساد وقلة رواتب، يعني راتب الموظف عم يكفيه بس حتى يروح على الشغل مواصلات، فأكثر من هيك ما في. وللأسف الفساد مستمر. هلا رح انتقل للخبر اللي بعده بسبب ضيق الوقت، لأنه أيهم ما بعرف إذا فينا نجيبه، ناطرني عم يتزورني ورا الكاميرا عنده فقرته. ننتقل إلى خبرنا الآخر، وأعلنت خدمة التراسل الفوري واتساب يوم الخميس الماضي رسميا عن إطلاق ميزة رسائل الفيديو القصيرة، وذلك بعد بضعة أسابيع من بدء اختبارها. وقالت واتساب المملوكة لشركة ميتا في منشور على مدونتها، غيرت الرسائل الصوتية في واتساب الطريقة التي يتواصل بها الأشخاص من خلال توفير طريقة سريعة وآمنة لمشاركة رسائلك بصوتك. وأضافت ويسرنا انطلاقا من هذه الخاصية طرح رسائل الفيديو الفورية الجديدة، ويمكنك الآن تسجيل مقاطع فيديو شخصية قصيرة ومشاركتها مباشرة في الدردشة. وأوضحت واتساب أنه يمكن للمستخدمين استخدام ميزة رسائل الفيديو الفورية للرد على الدردشات في الوقت الفعلي لتعبر بشكل مرئي
الشرقي عما يريدون قوله من خلال مقطع تصل مدته إلى 60 ثانية. وتتميز رسائل الفيديو بأنها محمية بالتشفير التام بين الطرفين للحفاظ على أمان رسائل المستخدمين. وقالت واتساب إنها تعتقد أن هذه الطريقة ستكون ممتعة لمشاركة أهم اللحظات متضمنة كل المشاعر التي ينقلها الفيديو، سواء كنت تتمنى لشخص ما عيد ميلاد سعيد أو تضحك على دعابة أو تبلغ أحدهم بخبر سعيد. والله حبيت القصة يعني طبعاً هي مشفرة يعني ما حدا يحفظ بجهاز الشخص، يعني لأنه ممكن تكوني عم تحكي مزحة نكتة حتى ما فيك تسجل الشاشة يعني. صح، هلا هي الفكرة إنه الأحلى من الميزة الطريقة اللي كاتبين فيها. أنا عم بتخيل بس السوريين كيف ممكن يستخدمونه. وعم لك هي بس كمان يعني ضربة قوية للذكاء الاصطناعي اللي هلا عم بيلعب على قصة الصوت. صح، هلا صار الوقت صوت وصورة. صوت يعني وصورة. ما عاد. بس أنا قصة الفويس نوت أو الرسائل الصوتية كانت مهمة، بس أنا كان لدي خلق لأنه في ناس ممكن يسجلوا 6 دقائق. صح، إنه هلا هون حددوا دقيقة يعني الفيديو. إيه فبتلاقي مثلا إذا حدا بده يكفي حديثه تتمة. في عندك شيء اللي بسجل 6 دقائق حيعمل فيديو 7 دقائق، لأنه هي شو حلاوة الصوت غالبا السيستم السوري هيك يعني. تماما، حلاوة الصوت إنه بتسجلي ما بتحسي، يعني بتحكي 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 وبتروحي، بعدين بتقعدي بتسمعيهم على رواق شو بعتي للعالم، هلا فيك تحضري حالك كمان شي نص ساعة، فلنشوف كيف رح نستخدمها لهي الميزة، وأكيد في ناس مبسوطة فيها، بس إياكم حدا يبعث لي فيديو ويقول لي صباح الخير. لا خلص وصلت الرسالة، لأنه من الفويس وصلت الرسالة. أول شي بيطلع بالكاميرا والأنف، فأنا كمان ننتبه كثير نحن عم نصور. وفي عربي بوست أخبار غير سارة حول النوم في العطلة، وحذرت دراسة جديدة من الاستيقاظ من أن الاستيقاظ متأخرا صباح يوم عطلة يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن لأنه يخل بتوازن البكتيريا الصحية بالأمعاء، وفق الدراسة التي أجرتها كلية كينغز لندن. وخلصت الدراسة إلى أنه حتى التغييرات البسيطة في نمط النوم اليومي مثل الاستيقاظ متأخرا أيام الأحد تؤدي إلى زيادة الميكروبات الضارة والإقبال على تناول الأطعمة غير الصحية. ووجد الباحثون أن من يستيقظون متأخرا عادة في أيام العطلات أكثر عرضة للإصابة بمستويات عالية من البكتيريا التي لها تأثيرات سلبية على الصحة ومرتبطة بالسمنة ومرض السكري، وكانوا أيضا أكثر ميلا لتناول أطعمة غير صحية بشكل عام والإكثار من المشروبات الغازية والسكرية وتقليل الفاكهة والمكسرات. يعني كل شيء حلو بالحياة يعني النوم كثير وهي الأكلة بتساوي أمراض، فيقوا بكير ولا تاكلوا شيء يعني. لا هي الفكرة أنه يوم العطلة إذا نمنا ساعة زيادة هذا كله بصير معنا. فتخيلي لما تعطلونا. أنا هي الدراسة كثير كرهتها وما قادرة أتعامل معها، بس حبيت أخبركم إياها مشان اللي بده يلتزم. أنا طمنت أنه أنا بالعطلة كمان في بتفيقي نشيطة أنت يعني. أنا بحب الصباح. أنا شعبالي نام 60 سنة. دراسة بعد تماما إيجابية. إيجابية الدراسة؟ يعني طيب إن شاء الله. خلص أنا بالنسبة لي غير إيجابية. نور بدك تفيق بكير بالعطلة؟ أنا والله بدي أختم لأنه المخرج عم يقول لي بدك تفيق بكير بالعطلة أو لا؟ جاوبي نعم والله عم في من ابني ما تخلينا. أنا اللي بدي أختم لأنه شكرا لك يارا وشكرا وصول لك نور، وشكرا أيهم اللي ناطرنا بفقرته مشاهدينا، خليكم معنا لتشوفوه، وبدي أشكركم لكم أيضا وألقاكم غدا أو الأحد.